ما يتعلق بالوفد المفاوض في بغداد، الوفد أبدى كل استعداده لتلبية مطالب الحكومة الاتحادية إلى آخر حد، وقدم جميع التنازلات. الكرة حاليا في ملعب الحكومة الاتحادية، ماذا تقدم لإقليم كردستان مقابل هذه التنازلات؟ أن تسلم يوميا 8 أو 460 ألف برميل من النفط و50% من واردات المنافذ الحدودية. سيد علي، لكن بالمقابل بالمقابل الحكومة الاتحادية، نحن في السابق كنا نغم الطرف عن كثير من الأمور. طيب، مثلا النفقات السيادية كانت تستقطع من حصة الإقليم، والقروض السيادية سواء كانت الداخلية أو الخارجية هي بالأساس مستقطعة من حصة الإقليم وتسدد من حصة الإقليم، ولم يستلم الإقليم دينارا واحدا. يعني هذا الاتفاق الجديد يجب أن نعيد النظر أيضا بالنسبة سيد علي الحكومة الاتحادية التزاماتها اتجاه الإقليم. سيد علي، إذا تسمح لي، إذا تسمح لي، يعني قلت أن الوفد قدم تنازلات، التنازلات فعلية لو كلامية، ما الذي سيختلف في هذه التنازلات عما سبق؟ يعني الآن الوفد قدم كلام، قدم أوراق، ويريد بالمقابل أموال. طيب، إذا قدمت الحكومة في هذه المرحلة الأموال إلى الوفد ووافقت وقدمته إلى إقليم كردستان، ما الذي يضمن أنه إقليم كردستان سيخل بالاتفاق مثل ما حصل في حكومة العبادي ما بعد الاستفتاء؟ وافق الإقليم على تقاسم إدارة المنافذ والإشراف على تصدير النفط، ولكن لم يحصل شيء لحد هذه اللحظة. أستاذ كريم، يعني أنت إعلامي ويعني لديك معلومات واسعة في جميع دول العالم، في جميع دول العالم المتحضر، ماكو سلمني وسلمك، هناك مقاصة. نعم. يعني حصة الإقليم من الموازنة 12.67% من حصة ميزانية 2019-2020 كان 136 تريليون، 135 إضافة إلى تريليون الحالات الطارئة، يعني سوي 17.23 مليار. يعني هذا كلها تستقطع، ما جاي يعني هالمبالغ ما توصل، يعني تستقطع ضمن الدفقات السيادية والثمن النفط يستقطع وتقديرات المنافذ الحدودية كلها تستقطع، فأين المشكلة؟ يعني لماذا نحن نبحث عن مشاكل وليس عن حلول؟ فهذا كله تستقطع، عندما تستقطع يعني هذه يسموها مقاصة. لكن في الاتفاق الجديد لا ضير في ذلك، حكومة إقليم كردستان تسلم كل هذه الأمور، يجب تحقيق بنك او حساب بنكي. طيب، في هذه المبالغ لحساب الحكومه الاتحاديه.